بالسياسة. يوم 23 ديسمبر 2019 وبعد 6 أسابيع من المشاورات مع الأحزاب، أعلن المكلف بتشكيل الحكومة الأولى بعد انتخابات 2019 حبيب الجملي عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة. أنا أعلن من الآن أنه سأشكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة على كل أحزاب، يقول كل الأحزاب يعني كل الأحزاب. وقتها حد ما قال أنه قيس سعيد. قيس سعيد أستاذ قيس سعيد. حاضر الأستاذ قيس سعيد أثر وإلا دبر على حبيب الجملي، ويوم 25 جويلية 2020 وبعد أسبوعين فقط من انطلاق المشاورات وبعد لقاء واحد لا غير مع الأحزاب والكتل البرلمانية، أعلن المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي عن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة. تكوين حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي من غير ما تكون رهينة التجاذبات والخصومات السياسية، وفي تقديري أن الصيغة الأمثل لها أنها تكون حكومة كفاءات مستقلة تماما. وقتها قالوا أن القرار قرار سعيد والمشيشي ما هو إلا وزير أول، الأكيد أن القرار واحد والخيار واحد لكن التفاصيل عديدة. فالجملي المكلف من حركة النهضة بتشكيل الحكومة توصل بعد مدة غير قصيرة ومحاولات عديدة، لأنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل جمع الفرقاء في الحكومة، في حين أن المشيشي وقبل ما يبدأ المشاورات أصلا فهم اللي الديانة متاعها مش كيف كيف، أنا مش من نفس الفصيلة، يعني كنت نزاوج قطا مع كلبا، هل ينجبون شيء؟ ينجيبوا شيء. وهو كذلك سي جوهر بن مبارك، مرحبا. اهلا وسهلا بك وبكل المستمعات والمستمعين. نرجع للجملي والمشيشي، قلت انه الاول وصل بعد تجربه الاستنتاج، في حين المشيشي عنده انطباع منذ البدايه انه حكومه حزبيه صعب تكوينها، وممكن حتى في صوره تكوينها انها تكون فاشله، وممكن ايضا انه تم تكليفه من الرئيس هو والوزراء اللي باش يكونوا معاه. باختصار الحكومه حاضره في قصر قرطاج حسب القيادي بالطيار محمد عمر. ما عندي احساس ان الحكومه حاضره. وين حضرت في قرطاج؟ أكيد جدا. في المقابل النطق رسمي باسم المشيشي، لا مش نطق رسمي باسمه، ما لا باسم قيس سعيد حتى هذه، لا ما الكاشف عن النوايا والقلوب تي عصام البرقوقي، متأكد إن المشيشي يخدم باستقلالية تامة عن قصر قرطاج. أنا متيقن ومتأكد تمام التأكيد أنه السيد رئيس الحكومة يعمل بكل استقلالية وبكل حرية في تشكيل حكومته. مع ذلك علاش حبيت خبركم ونطمن كل ما يقال في الغرض هذا بالضبط الاستقلالية عن قصر قرطاج وعن أي تأثيرات خارجية يطلع منهم جماعة المستقبل. فيه نوع من قصف المستقبل. لا لا ما نقصدش يا سي جوهر، أما الله غالب ساعات نولي من هؤلاء الأشرار. أشرار مقبولة، أما لوبيات لا، لوبيات كان حكى عليها يوسف الشاهد اللي يتمنى أنه الكفاءات تكون مستقلة وبعيدة عن اللوبيات، ونصح الأحزاب بأنها تعتمد مقاربة جديدة. دعم الحكومة ليس مرتبط بالمشاركة في الحكومة، أعتقد يلزم الأحزاب اليوم تطور تصور جديد أين يمكن دعم الحكومة دون المشاركة فيها. هذا التصور طرحناه على السيد هشام المشيشي. أيضا اللي يهمنا هو أن الكفاءات تكون حقيقة كفاءات وتكون حقيقة معناها مستقلة وبعيدة عن اللوبيات. لوبيات سي يوسف أحضرنا سي جو. يوسف الشاهد هو الرجل الذي هو الذراع، ذراع نادي الامتيازات التي ستمنع غيرهم من دخول هذا النادي. المهم ربي ينوب علينا بحكومة عندها من الدراية والفهم الشيء الكثير، كيف ما قال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي. ربي ينوب على تونس بحكومة قارة وعندها من الـ من الـ من الدراية ومن الفهم التعقيدات الشيء الكثير. الطبوبي اللي حذر البارح الناس اللي تتحكك على الاتحاد. وقلتها ونعاود نقولها وانا نقولها بسوس، رانا اللي يتحكك على الاتحاد راهو يخلص من حظه، ما نلعبوش ما نلعبوش. وطلب من السياسيين التحلي برجولية والمسؤولية لمصارحة الرأي العام باللي يحكيوا فيه في التراكن. أن اليوم باش بلادنا نشوفوا فيها هواء طعم وتقعد الناس في السياسيين يجاملوا في كافة الناس الكليكة، ما نجموش يقولوا أربع كلمة، ولكن في التراكن في البيروات المغلقة يقولوا لي في كلام كبير، ونقول لهم الجرأة والرجولية والمصداقية اللي مقتنع بيه أطلع قولوا ماكش تستنى غدوة باش فلان يصوت لك ولا ما يصوت لكش. نور الدين الطبوبي وصف اللي يقولوا الاتحاد الخراب بالاصوات الناعقه السياسيه. اللي بعض الاصوات الناعقه السياسيه يقولوا الاتحاد الخراب والاتحاد حاطين العصافه العجله وخالها ذراعها قد مسحوره كما مثلا يقولوا، ولانه هم ما عندهم فقوش السياسه وما عندهمش حتى خيارات بديله
لتطوير هذا الوطن. أصوات ناعقة سياسية. على شكون سي نور الدين يحكي؟ وشكون هذا اللي جرى على الاتحاد؟ نصيب فيه. أهلا بسي سيف الدين مخلوف، ما نجاوبك سي محسن تو يجاوبك خاصة على كلامك على حكومة الرئيس. ثم الجانب الأول نتاعو اللي يحكي فيه حكومة الرئيس والرئيس، أنا نعتبر أنه معناها سقوط أخلاقي مريع. هذا السيد هذا هو طلع 17 و12 نائب نتاعو، طلعهم بتصوير قيس سعيد. أستاذ قيس سعيد، وشنو المطلوب من الأحزاب سي محسن؟ إذا كان هم عندهم مينيموم تاع وطنية، رخيان هذوما، خليهم الحكومة هذه الساعة ونقيسوها الساعة هذه الخطوة الأولى، يعملها سي شيشي. سي شكون؟ سي شيشي. شكون؟ سي شيشي. سي شيشي. من الآخر اسمه بن شايد. واصل سي محسن واصل. يلزمنا الخطوة الثانية تكتمل باش نشوفوا شكون عناصر الحكومة هذه الساعة، يكونوا ناس لا غبار عليهم وكفاءات حقيقية، وأنا ويلزم يحلوا عليهم هذا الكتاب، باش ما نبداش نبيع عليك واحد حط من هوني عنده مشكلة معناها تضارب معناها مصالح ولا عنده مشكلة كذا، وأنا نقترح عليه. لا ما عندك ما تقترح، الاقتراحات والمبادرات هذه اختصاص ضيفنا. واللي مسبق لي حاجة يتفضل. نعرف سي جوهر تطوع لمصلحة البلاد ومتأكد من الشيء هذا، هاني وليد تو عصام البرقوقية، نخليك تخدم الفقرة سي جوهر. حب نقول حاجة في الأخير اللي هي مهمة، ونمجدوا كل أسبوع تحط في الحبار وشارك في الانتخابات وأنقذ بلاده. مشينا سوابانا فرحنا تمرتانا، قلنا مسينا السيستم مضربنا شدو، شفنا تختانا مشينا وضبانا، دخنا بالكلام رقدنا ومسحينا شدو بالسياسة.